لكم مشاهدينا الكرام اليوم في حوار حصري بعد نجاح اغنيته رفقة الفنانة الداودية شيماء زاحيد ومجموعة من النجوم. اكيد كلكم سمعتوا اليوم غير خليه يدوي، سمعتوا غير يدوي ديال شيماء، سمعتوا حالفة ديال الداودية، بزاف ديال الاعمال اليوم معنا وبشكل حصري محمد امير كاتب الكلمات. مرحبا بك محمد. شكرا للدعوة خويا علاء، ومرحبا بي معكم في جريدة شوف تيفي، وشكرا بزاف على خطيب محمد امير. انت يمكن الناس كيشوفوك غير في الجينيريك، قليل انت او مقيل الظهور اعلاميا، هذا النجاح اللي وصلتي ليه شنو السر وراه؟ خويا السر هو الخدمه، وديما كتبقى في واحد النيفو اللي كتبقى مره على مره كتجتهد وشويه بشويه، والحمد لله هادشي كيزيدنا قوه باش اننا نكونوا ديما في المرتبه متقدمة إن شاء الله يا ربي. أنا النجوم يتقوفك، تعاملتي مع أسماء كبار، فكروني سوية تكون النجوم الكبار اللي تعامل معهم محمد علي. خدمت مع زينة الداودية، خدمت مع أسماء المنور، خدمت مع رجاء عمر بالمير، خدمت مع دنيا باطمة، خدمت مع كريمة غيت. لائحة طويلة من التعاملات. وخلينا بغينا نهضروا على شنو اللي يخلي النجوم يتقوا فيك، أنا رجعنا للبدايات ديالك. وبصراحة النجوم كيتيقوا بالأعمال، إذا كانت الأعمال في متناول ديالهم وكانت في واحد الجمالية ديالهم، راه كنا على أكيد أنهم غيختاروا الأغنية. محمد، إلا شفنا دابا الأغنية ديال الحلفة ديال زينة الداودية اللي هي اليوم متصدرة طوندونس المغربي، واش كنتو متوقعين لها هذا النجاح كامل، وكيفاش كان التعامل مع الداودية؟ خويا زينة الداودية في مرتبة الأخت الكبيرة، يعني ديما كتبقى في واحد مرتبة كبيرة عندنا حنايا، فكانت البدايات ديالي معاها تاقت فينا، وزينة الداودية كيف قلت لك كتبقى في واحد يعني في القلب. الأغنية اللي بغينا نهضروا عليها، كيفاش كان الاختيار؟ واش سمعتها غير بوحدها؟ كان غير غنيها فنان آخر؟ كنعرفوا أنه كيكون عندكم دي ماكات كيسمعون بزاف ديال الفنانة، أغنية حالفة اليوم كلشي حافظها وكرددها، شنو الكواليس ديال هاد الأغنية؟ الكواليس ديال الأغنية ضروري ما أنك كتبروبوزيها على لي زارتيست، وضروري ما أنه كيكون واحد باغيها آخر، كل واحد وشنو، ولكن ملي كتكون مكتابة لشي واحد راه صافي، راه كتكون مكتابة. هاد الحالفة كان غير ياخذوها فنانين آخرين؟ كانوا غياخذوها فنانين. كنتو نعرفوا الاسماء؟ ما نقدرش صراحه. اسماء كبيره ولا كبيره كانت غادي تاخذها، ولكن كانت من المكتب ديال زينه الداوديه. خرجوا الذي لك اليوم مع شيماء زاحيد، كيفاش كان التعامل في ثالث اغنيه يمكن لها اليوم في الباركور ديالها؟ شيماء زاحيد فنانه تبارك الله، غاده في واحد المنوال زوين بزاف تبارك الله عليها، فريمون كتخدم بروفيسيونيل، لا هي الام ديالها اللي هي وراء الكواليس، اللي كتعب على قبل هاد الفنانه، وكنتمنى لها الخير. والاغنيه كانت عندي معاها اغنيه ماشي نقول لك اللي بديناها بحب، وتا هي كانوا باغينا دي زارتيست اخرين، وفضلت ان شيماء انا تبدا معاهم. فخر تعاملك مع الاسماء الكبيره والصغيره، واش كيكون الهدف ديالو مادي بصراحه محمد امير، ولا انت مع من بغيتي تختار؟ مثلا اغنيه يمكن نعطيوها لفنانه مبتدئه صاعده، ولا فنانه كبيره، ولا انت كتختار هذا العمل لهادي وهذا لهذا، كيفاش كيجي هذا الاختيار؟ هو في الدومين ضروري انك كتكون في الاول قبل ما تحط الماركات كتكون راسم واحد الفنان، يعني يعني ملي كتحط واحد الماركات كتكون عارف انت شكون، ولمن غتبروبوزيها، يعني ملي كتصيفطها للفنانه، يعني كيكون داك الاختيار في الاول ما عجبتهم ولا ما عجبتهمش، عاد كتبروبوزي على الفنانه اخرين عادي، وكتصيفط للناس، واللي كيف كنقول لك كل واحد وكياخذ غير المكتب ليه الله. بارك الله عليك محمد امير. محمد امير، سمعت واحد المعلومه نبغي نتاكد منك، سمعت لانك دخلتي المجال بعيد على الفن، وانت وليتي بحال الفنانه اللي يديروا مشاريع بعيده عن الميدان الفني. الى بغينا نخصوا الذكر مثلا ان رجاء وعمر بالمير عندهم صالون، واش بصح محمد امير حتى هو دار بحال عمر ورجاء وعنده صالون خاص؟ اكيد هادشي واش راه الحسانه صح، انت مول الصالون. هادشي بصح انا مول الصالون. فكره انك دير مشروع، واش باش تضمن واحد الدخل قارم واحد المشروع، لانه الفني يمكن ما يكونش دائما التعامل مع الفنانين، شنو السر وراه؟ اكيد اخويا ضروري الواحد خاصو يفكر في مستقبله، حيت الدومين باش تكون واضح معاك ما غيعطيكش ديما، غيقدر يعطيك في واحد الفتره وجيزه، وقدر ما يعطيكش، يقدر يعطي الفنان اخرين صاعدين تبارك الله تهما جايين. كيف حنا تعبت يعني انا 15 عام ديال الدومين، 15 عام ديال الكتابه، يعني يلاه تحل لي الباب، يعني بالصبر، يعني كل واحد ما غيصبرش ما غيوصلش لواحد المرتبه، مازال انا يلاه كنقول مازال ما بديتش، يلاه كنقول يلاه تحل لي واحد الباب،
وجي ان شاء الله كل واحد خاصو يدير شي حاجه على الشرع باش ما يجيش واحد النهار يلقى راسو. تبارك الله يا محمد امير، فرحان اني نكون معك. كلمه اخيره للجمهور ديال شوف تيفي والناس اللي كتبعك. جريده شوف تيفي من احسن الجرائد اللي متبعهم بصراحه، ومتبع خويا علاء وماريا جعدود تبارك الله عليهم اللي قايمين بالواجب تبارك الله عليك. محمد دبير مشاهدينا الكرام، هنايا ما بقى لي غير نقول لكم الحوار رفقه كاتب الكلمات والصناع اللي ساهم صناعه مجموعه من نجوم وصلني هاي ديالو. بقاو على خير.